بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة في نفس المكان والزمان وفي نفس الموسم الصيفي كنقوم بمعرض تشكيلي على الهواء الطلق، وكان نحاول هذه المبادرة هذه باش نفيد بها مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع. وكل سنة كالعادة كان نقوم بورشات فنية على الهواء الطلق دائما، وكان نفتح للمجال لبعض المهتمين أو الموهوبين بالمجال التشكيلي. كذلك هناك إقبال، يعني كيزيد كل سنة كيزيد واحد الإقبال كبير على هذا المجال الفني، وبالخصوص يعني الاختيار ديالي للخلفية السوداء والتي أترجم فيها بعض العادات والتقاليد المغربية وكذلك المدرسة التشكيلية. هنا بساعة 20 غشت بمدينة السعيدية كل سنة نتمنى إن شاء الله باش نقوم بهذا العمل هذا وهذه المبادرة هذه. ودائما كينتظروني الزوار واللي كيتبعوا المجال ديالي الفني، وكنشكر كذلك وسائل الإعلام اللي دائما كتسهر وكتوصل حتى اللي ما استفدش او هنايا في مدينه السعيديه، يعني عبر البريد، عبر المنابر الالكترونيه، يعني كتوصلوا هذا الذوق وكتوصلوا هذه الوجبه الفنيه. كنشكر كذلك العيون سيتي دائما واللي كيسهر عليها السي خالد الدرفوفي وكي يدير واحد المبادرات، ودائما كيتبع المجال ديالي الفني وكينشروا عبر الانترنت، وهذا يعني كيدل على الاهتمام ديال وسائل رجال الاعلام ووسائل الاعلام والمنابر الصحفيه بهذا المجال الفني والمجهودات الجباره اللي كيبذلوها من اجل اخراج الفنان التشكيلي من ورشته الفنيه ولا يبقى منحصرا في ذلك المكان. وشكرا جزيلا.